الحكومة المصرية توقع عقدا لإنشاء مصنع رولينج بلس لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع وباستثمار بمليار يورو. المشروع المنوي إنشاؤه في منطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنشاء إطارات السيارات الخاصة والنقل الخفيف والثقيل، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع غير المسبوق في مصر نحو 7 ملايين إطار سنويا عند انتهاء مراحله الثلاث، حيث يتوقع أن يتم إنتاج 2,500,000 إطار سنويا في المرحلة الأولى، وبتكلفة تتراوح بين 400 إلى 450 مليون يورو، ويستهدف السوق المحلية بنسبة 50%. أما المرحلة الثانية فستشمل إضافة إطارات النقل الخفيف وإنتاج 3,500,000 إطار سنويا لتوفر نسبة 40% منها للسوق المحلية. ثم سترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين إطار بعد إضافة صناعات إطارات النقل الثقيل.